السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدرت محكمة اقتصادية في مصر اليوم الاثنين حكما يقتضي بمعاقبة حنين حسام ومواد الأدم وثلاث فتيات أخريات بالحبس سنتين وغرامة 300,000 جنيه، أي ما يعادل نحو 20,000 دولار أمريكي، وذلك لكل منهن لإدانتهن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية. كما حددت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الاقتصادية جلسة في 17 من أغسطس لنص استئناف على الحكم. أهلا بكم في كرة شراب، وفي الحلقة ده نتكلم عن حبس حنين حسام ومعدل الأدهم. وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو ده 9,000 لايك. معقول مش هنلاقي 9,000 شخص مؤيدين لقرار النيابة؟ لما وافق على قرار حبس مواد الأدهم وحنين حسام ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصل لك فيديوهاتنا أول بأول. أحيلت المتهمات الخمسة إلى محكمة جنائية بتهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر بث مباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، فضلاً عن الهروب من العدالة ومحاولة التخفي، وتشفير هاتفهن وحساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية للمتهمتين الأولى والثانية إن خلال عامي 2019 و2020 قامت الأولى بنشر صور مقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياة العامة على حساباتها، وذلك على شبكة المعلومات. وأضافت النيابة إن المتهمة الثانية قامت بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب. تفتكروا هل القرار عادل بالنسبة لمواد الأدم وحنين حسام؟ اكتبوا لنا في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا أول بأول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي.